صلي يا رب. الاثنين 28 تلاقوا في بركة طاعة وصية ربنا. يقول لك مباركة تكون في دخولك وخروجك، مباركة سلت معجنك، إناث غنمك وبقرك، ومحدش يقدر يجي عليك من الأعداء، وغيطك يبقى يدي ثمر كتير، بركة كتير إن سمعت سمعا لصوت الرب إلهك. فالبركة جاية من تبعية المسيح وسماع صوته. اسمع صوته. البركة جاية من الإنسان اللي يسمع كمان يعمل. يقول كده في رسالة يعقوب النهاردة، كلمنا كتير عن اللسان، زي لسان ممكن زي دفة المركب اللي تقود الإنسان لبر الخلاص للميناء، أو دفة السفينة أو تتوهه في عمق البحر. فالإنسان اللي يسمع ويعمل، مش يسمع والعمل مرتبط بفكرة انه يشوف ايه اللي عايزه ربنا منه ويعمله. يا رب لتكن ارادتك ولتكن مشيئتك في حياتي. كان في فتى موجود معاه 5 أرغفة شعير وسمكتين، سمع كلام ربنا ومعاه قدم ما معه الى السيد المسيح. هل هو خسر اكله اللي معاه ولا خد البركه؟ خد البركه. فاللي يدي ياخد مش بس هو نفسه، ده ياخد كل الجموع، تاخد وتفرح وتشبع. يبقى سمعت كلمه ربنا وخدت بركه المشاركه في العمل من خلال هذا الصبي اللي كان موجود. وفي نفس الوقت حتى الاباء الرسل اللي شاركوا في الخدمه دي، كل واحد رجع شايل قفة، يقول لك جمع ما فرغ أو ما بقى 12 قفة، وهم الرسل 12 رسول، لأن كل واحد شاف بركة العطاء قد إيه بصفة شخصية. كأن ربنا يقول الخادم الشخصي اللي معايا ده هيتمتع ببركة مضاعفة، ويرى عمل الله اللي ربنا بيعمله بشكل قوي، بشكل مفرح جدا، لأنه قد ايه ربنا بيدي بركه للي بيقدموا مجهودهم وتعبهم وحبهم لربنا، لان هو احبنا اولا وبذل نفسه من اجلنا. يبقى اول حاجه تسمع الوصيه، ثاني حاجه تعمل باللي ربنا يقول لك عليه وتقدم اللي عندك حتى لو كان حاجه بسيطه. الواحد لما يقدم من صحته ومجهوده حتى لو ما معهوش مال يقدمه، ده أمر جميل. ربنا ينظر إلى فنسي الأرملة اللي أدت من احتياجاتها من أعوازها، ولم ينظر إلى أعطاء الأغنياء اللي أدوا بتفاخر وأدوا بنوع من الذاتية اللي بيفتخر بنفسه، مش بيعمل عمل الله بحب وبأمان. يبقى اتبع المسيح واسمع كلامه، قدم ما تستطيع أن تقدمه. وثالث حاجة حابب أقولها لكم، إنه لما المسيح قال لهم اقعدوا 50-50 فرق فرق على العشب الأخضر، محدش قاعد يفاصل ويجادل يقول ما هو يعني لو عايز يعمل حاجة معملها وخلاص. لا، دي حكمة ربنا، دي حكمة. وحكمته إنه حتى لو اتأخر شوية في تنظيم بعض الأمور اللي هو شايفها، فإحنا نؤمن إن ربنا بيدبر لنا الخير والصالح في كل وقت حسب تدبير إرادته الصالحة المرضية. كل حاجة بلياقة حسب ترتيب، كل حاجة في إيد ربنا هو مليانة نعمة ومليانة بركة. كل حاجة وإن كانت تأخرت قليلا أو كثيرا، لكن ربنا في الوقت المناسب يعطي بركة ويعطي نعمة. خلينا أحبائي نقول له تكن إرادتك في حياتنا يا رب، وإن تأخرت الأمور من أجل ترتيبك لبعض الأمور في حياتنا، لكن أنت بتعطي بركة. وياما أمثلة كتير في البركة اللي ساعات تتأخر شوية دي، زي أبونا إبراهيم أب الآباء، نلاقيه إنه قعد لسن 100 دون نسل، رغم إن ربنا أعطاه وعد إنه من نسلك من سرة تتبارك جميع أقطار الأرض،
يمكن لما استعدت شوية كانت الأمور يعني جابت إسماعيل بدل ما تجيب إسحاق في الوقت المناسب، استعجال يعني. فنقول يا رب إداك إرادتك في الوقت المناسب، وإحنا نؤمن إنه كل الأشياء تعمل مع الخير الذين يحبون الله. ربنا بيعلمنا كده، يعلمنا اتبع المسيح هتاخد بركة، قدم اللي عندك هتاخد بركة، انتظر الرب تقوى وليتشدد قلبك هتاخد بركة. ربنا يكون معاك دايما، يدينا كلنا بيديك وبركة تبعيتنا ليه وانتظارنا العمل يا رب في حياتنا، وان احنا نكون من جوه متقويين ومستعدين ان نعطي حسب ارادة الصالحة في حياتنا وحسب عطايا المعطاة لنا. لإلهنا كل مجد وكل كرامة من الآن وإلى الأبد أمين. اذكروني في الصلاة.